بدوره قال رئيس اللجنة الإسكانية فيصل الكندري إن اللجنة اجتمعت اليوم وناقشت التعديلات المقدمة على القانون بشأن إعادة قيد من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية، وأحالت اللجنة القانون بالأغلبية إلى مجلس الأمة. وقال الكندري إنه تم التوافق مع الحكومة على إلغاء أي تاريخ مسبق يعيق الاستفادة من هذا القانون إلى حين إصداره في الجريدة الرسمية. تم الاجتماع الخامس للجنة الإسكانية، وتم لله الحمد بتصويت أغلب الأعضاء على قانون من باع بيته وسدد القرض الإسكاني، أو من استفاد من القرض الإسكاني واشترى بيت ثم سدده لبنك الائتمان، على أن لا تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع، ويكون ذلك كحق انتفاع أو حق إيجار للإخوان اللي هم تختص فيهم هذه الشريحة. إن شاء الله نحاول على جلسة يوم الأربعاء يرجع جدول الأعمال، وسوف يكون يعني اللي يستفيدون من هذه القانون حتى تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.